هل انت ما عندكش عناصر كانت موجوده بتلعب في نفس المكان؟ اه موجود انمار يعني هو وال... المشكلة دلوقتي جودة لاعبين تم التعاقد معاهم، ولا دي مش مشكلة؟ لا عدم احنا اندماج لسه بس. لا ما حصلش اندماج لحد دلوقتي، ما حصلش اندماج، ما فيش. اصل الصفقات اللي الزمالك واولا جايبها، يعني عندك عمر جابر، عندك دونجا، الاثنين جايين من بيراميدز اللي تاني الدوري يعني، ولاعيبة دوليين لكن والمستويات هنقول لسه مش اعلى حاجة. عمرو السيسي جاي من رابع الدوري. بص، ما هو يعني اقول لك احنا مشينا لعيبه كانت هدافين الدوري، انت تتذكر ولا ما تتذكرش؟ اشرف بن شرقي مثلا. لا قبل كده كان احمد ساري وكان مصطفى نجم، تتكلم على زمان صح. كان هدافين الدوري ومشوا من نادي الزمالك ورجعوا تاني السنه اللي بعديها. يعني عايز اقول ايه، مش الموضوع ايه، هي ترابط احساس، مجموعه لعيبه تركب على بعض، بس امتى تقدمه؟ انا ممكن ده مثلا ايه، مصطفى شلبي مثلا لو اديته فرصه احسن من كده شويه، وقت ياخده، هو ما خدش الوقت بتاعه عشان يتنافس مع زمايله ويخش مرحله الايه، الاندماج، ما حصلش. ولا عمرو السيسي بيجري جوه الملعب بيعمل مجهود، بس ايه، بيعمل مجهود اللي هو ايه، بيجري من مكان لمكان 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 بدون توزيع جهد معين. ايه اللي بيخليه يقدر ينفذ الجهد بتاعه او الواجبات بتاعته؟ اللعيب اللي جنبه اللي يعلمه. انت النهارده رحت شايل اهم اتنين من عندك من الفرقه، طارق حامد وامام عاشور، فبقى ما عندكش البديل اللي موجود. محتاج وقت قد ايه ده عشان يحصل الاندماج او عشان اولا المستوى يتحسن؟ ما لعبوش ماتشات مع بعض، هم جم على اللعب على طول. فانت بتتكلم يعني وجودهم كان في الدور الثاني، ما كانش وجودهم بالاول الدوري. يعني انت فاهم، يعني المساله مساله ايه، برضو لما نيجي نبص للموضوع ونحسبه هنلاقي ان هم ما لحقوش يندمجوا مع الفريق، فمش هيديك الدور. وهكذا هي لما المشكلة الوحيدة في الزمالك عدم اندماج اللاعبين؟ عدم اندماجه اللاعبين واختيارات الاماكن اللعيبه اللي هي المؤثره. يعني افارقه بتجيب افارقه وحشين، مفيش. اللعيبه اللي موجوده بنسبه كبيره جدا الاجانب، مفيش، محدش فيهم بدرجه عاليه جدا. يعني انا النهارده اجي ابص مثلا عقد سامسون ده اسمه، سامسون ده عقده كام تقريبا؟ معرفش يعني، بنتكلم هو سعر استقدامه بحسب امير مرتضى منصور 800 الف دولار، ده سعر استقدامه، يعني 800 ألف دولار يعني كام؟ ده السعر اللي اشتراه بيه الزمالك، لكن أيوه عقده كام؟ هو كام؟ يعني بتتكلم في ما يقرب من مليون دولار. 3 مليون، مليون دولار يعني 30، إيه 30 مليون؟ بس وقت ما جه كان ساعتها الدولار ب 18 ولا ب 19. وات إيفر، يعني أنت بتتكلم في 25 30 مليون، لحد دلوقتي ما لعبش. يعني أنت في لعيبة بره في أوروبا بتلعب في أندية عالمية، جايه باسعار غير كده خالص، بتبقى ارخص من كده وبتدي ناتج اقوى. اختيارات اللعيبه لازم تتم بهذا دي المشكله هنا. انك انت النهارده مش اي حد يختار. انت النهارده الشركه اللي بتبص على اللعيبه دي شركه مين ده؟ مين اللي بيختار؟ مين اللي يقدر يختار؟ هل واحد بشورت، واحد ما لبسش شورت وفانيلا هو اللي يختار؟ هو اللي يجيب اللعيبه؟ هو اللي يتعاقد مع اللعيبه؟ ما ينفعش. امال مين اللي المفروض يتعاقد مع اللي اللعيب؟ يتعاقد لاعب مخضرم قديم يجي يروح يشوف اللعيب ايه اللي مطلوب، المدير الفني اللي عايزه يروح يشوف انت بتتعاقد مع مدير. عشان كده احنا عندنا سلبيات كتير قوي مؤثره على الوجبات اللي انت بتاخدها، وايه الوجبه بتاعتك بتتقدم لك، بتاكل لك الاكل جوه ده مش سليم بالصحي. ايه الحل؟ لان دلوقتي انا حسيت من الاجابات دي يا كابتن هشام انه طب انت بتتكلم في اخطاء سابقه على مستوى تعاقدات. طب دلوقتي الزمالك اللي موجود دلوقتي، اللي عنده ماتش بكره مع سموحه، بعديها ماتش مع المريخ، وموسم مكمل، دوري بيبتعد، افريقيا كمان خسرت. بداتها بدايه سلبيه جدا، ايه الحل دلوقتي في الزمالك من وجهه نظرك؟ الحل لازم يجي من اللعيبه نفسه. دلوقتي الحل ما عندهمش غير امل واحد. اولا الظروف اللي مر بيها نادي الزمالك في الاسبوعين الاخرين اللي هم الاخرانيين، رحيل مستر فيريرا،